ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ومن خلال رواقها بالمعرض الدولي للنشر والكتاب تنفتح على العديد من الأنشطة للناشئة، وفي أول يوم ورشة للتلاميذ للتوعية بأهمية الحفاظ على موروث الواحات كتراث طبيعي. عبد الرحيم بن شيخي، ويس المعسي. أنشطة تهم التحسيس والتعريف بضرورة الحفاظ على البيئة ضمن منظومة متكاملة ترعاها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة من خلال العمل على الناشئة، مسار نموذجي للحفاظ على الموروث البيئي من خلال التربية المستدامة. نحن جد سعداء لأن أطفال بحالنا إيكولوجيين كيتقاسموا معنا العمل الفني ديالهم اللي جابوا لنا من مراكش التي تعتبر فن مراكشي، تراث التي تسمى نخلة واحة النخال، لأنه بفضله نشارك في برنامج مدارس إيكولوجية التي تتضمن محور تشبيك الذي يساعدنا في تبادل مشروعاتنا ما بين أكاديمية مراكش. مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ومن خلال مشاركتها تهدف إلى التعريف ببرامج التربية البيئية والتحسيس وتربية الأجيال الصاعدة. هاد البرامج هذه كتسم بواحد الطريقه اللي كتربط ما بين الاجيال وما بين جميع الفئات العمريه باش كلهم يستافدوا وكلهم يتقاسموا المهارات ويتقاسموا هذوك لي كونيسونس ما بيناتهم. اذا اليوم معنا واحد المدرسه ايكولوجيه اللي كتنتمي لبرنامج مدارس الايكولوجيه اللي كتنجدوا مؤسسه محمد السادس بشراكه مع وزاره التربيه الوطنيه. هاد المدرسه حاضره معنا اليوم باش تكتشف الادوات البيداغوجيه الموجزه من طرف المؤسسه حول مختلف المواضيع البيئيه، وكذلك حاضرين باش يكتشفوا معنا نموذج الواحات النخيل اللي جاي من مراكش خصيصا باش انهم يتقاسموا هاد التجارب والممارسات البيئيه الجيده. مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تعمل من خلال رواقها على أنشطة متواصلة طيلة أيام المعرض للتحسيس بأهمية حماية البيئة كورشة الذكاء الاصطناعي للشباب.